عزيزي المشاهد، انت دلوقتي هتتفرج على ملخص فيلم واحد من اعظم الافلام في التاريخ، ده ان ما كانش اعظمهم يعني. وقبل ما نبدأ سامحوني بس على الجودة دي، لان وقت ما انا بسجل كان الفيلم لسه نازل امبارح، وده الجزء الثاني من الفيلم العظيم افاتار. وباختصار شديد للجزء الاول، بيكونوا قابلة الافاتار دي عايشين في كوكب اسمه بنادورة بعيد عن كوكب الارض، بس البشر ما بيسيبهمش في حالهم وبيهجموا عليهم. يلا بينا. وبيبدأ الفيلم مع نيتيري وجيك اللي بيحتفلوا بمولدهم الجديد وبيعملوا طقوس الولادة عند الشجرة المقدسة، وبعدها بنشوف العيلة كلها متجمعين وعايشين في سلام وسعادة تامة. وبالليل في قعدة حلوة بين جيك ونيتيري، بيشوف جيك نجم بيلمع في السماء، فبيقوم مفزوع وبيعرف ان دي بداية اللعنة، وان السفن البشرية رجعت تاني على الكوكب والدمار هيبدأ يحل عليهم. وفي الفضاء بيبقى العقيد كواريتش رجع مع مجموعة من الجنود والعلماء، وقدروا يوصلوا دماغهم بدماغ الافاتار ويكونوا جيش كبير وينزلوا بيه على جزيرة بنادورة. وبيبدأ القائد والمجموعة بتاعته يهجموا على المكان، وبتدور بينهم وبين جيك حرب كبيرة جدا، وفي النهاية بيتصاب ابن جيك واللي اسمه الواك. وبعدها بيرجع القائد للسفينة الفضائية من تاني، وبيفكر الجنود بتوعه ان هم مجرد شوية بشر متنكرين في شكل الافاتار، ومهمتهم الوحيدة دلوقتي انهم يتخلصوا من المتمرد عليهم، وبيكون هنا قصده على جيك يعني. وبنشوف في الناحية التانية جيك ونيتيري وباقي الافاتارات التانيين بيعالجوا الجروح اللي صابتهم اثناء المعركة. وبعد ثواني معدودة بيجي جيك وبيفضل يزعق في ابنه الكبير لانه السبب في اهمال اخوه اللي كان هيموت فيها، وبعدها بيعاقبه بمنعه من الطيران لمدة شهر، وبيروح يشوف ابنه المصاب. وبتيجي نيتيري وبتقول لجيك انت كنت قاسي عليهم ليه يا معلم، ما تفكك كده. لكن جيك بيقول لها مالكيش دعوة انا عارف شغل كويس، فبترد عليه وبتقول له ده مش جيش دي العيلة بتاعتنا. وبيكون جيك متوتر جدا لانه خايف يخسر ابنه. وبعدها بنشوف القائد وهو بيروح يقابل الجنرال اردومر، وبيتبارك له على حربه الاخيرة ضد جيك والافاتارات، وبعدها بتاخده معاها وبتفرجوا على المعدات اللي بيجهزوها عشان يحاربوا بها جيك والافاتار، وبتفرجوا على الدمار اللي حل على كوكب الارض، وبتعرفوا انهم لازم يستولوا على كوكب بنادورة علشان ده الكوكب الوحيد اللي هيبقى بديل للارض وتقدر البشر تعيش عليه بسلام وامان. بعدها بينزل القائد ومعاه المجموعة بتاعته علشان يستكشفوا المكان ويقدروا يوصلوا للسفينة القديمة اللي كانت بتاعة جيك قبل ما يتحول لأفاتار. وفي نفس الوقت بيكونوا اولاد جيك بيلعبوا في المكان وبيشوفوا اثار رجلين كبيرة وبيمشوا وراها لغاية ما بيوصلوا للسفينة دي، وبتكون دي اول مرة يشوفوها لان جيك منع اي حد من دخول المكان ده. وبعدها بيتواصل الابن الاكبر واللي اسمه توناري مع ابو جيك وبيقوله على وجود الافاتارات الغريبة دي في الكوخ القديم، فبيقوله جيك يمشي من هنا بسرعة وياخد معاه اخواته من غير ما يعملوا اي صوت، وبيتحركوا فعلا لكن القائد والجنود بيسمعوهم وبيحاصروهم، وبعدها بيقبضوا عليهم كلهم. يسأل القائد توناري عن مكان ابو جيك، لكن توناري بيرفض ان يقول على مكانه، فبيروح القائد علشان يقتله، لكن سبايدر بيصرخ ويقوله ما تقتلوش. ولما بيقرب القائد منه بيكتشف ان ده ابنه الصغير واللي كان معاه زمان على المركبة الفضائية قبل ما جيك يخلص عليهم ويطردهم من الكوكب، وبيعرف ان الطفل مرجعش معهم على كوكب الارض لكنه عاش وتربى مع جيك في كوكب بنادورة. وبعدها بيوصل جيك وبيبدأ الهجوم بينهم، وبيقدر جيك يقتل كام واحد من جنود القائد بيحرر اولاده، لكن اثناء هروبهم بيتصاب سبايدر وبيقع على الارض، وباقي الاولاد بيضطروا يمشوا ويسيبوه، وبيروح القائد وبياخدوا معاهم وبيركبوا المركبة الفضائية وبينسحبوا من المكان ده فورا. وبيطمن جيك بعدها على اولاده وانهم بخير، وبعدها بيعرف ان سبايدر مش موجود وان القائد رجعه معاه على السفينة الفضائية. بعدها بياخد جيك مراته واولاده وبيسافروا طريق طويل لغاية ما بيوصلوا لقبيلة تانية اسمها قبيلة افاتارات البحر، واول ما بينزلوا المكان ده الافاتارات بتتجمع حواليهم وبيفضلوا يتريقوا عليهم وعلى شكلهم، لكن جيك بيأمر مراته واولاده انهم يفضلوا هادين وما يتحركوش علشان يبانوا انهم مسالمين. ولما بيجي زعيم القبيلة بيتعرف على جيك وبيقدم له التحية، وبعدها بيسأله عن سبب زيارته ليهم، فبيرد جيك وبيقول له انا جيت اطلب منك ملجأ لعيلتي والقبيلة بتاعتي، لكن زعيم القبيلة بيقول له انتوا افاتارات الغابة واحنا افاتارات المية، فبالصلاة على النبي يعني مش عايزين لخبطة، وكمان مش هتقدروا تعيشوا معانا هنا لان قدراتكم ومهاراتكم مختلفة عننا. وبتيجي مرات الزعيم وبتزود الطينة بلة
وبتقوله دول كمان هجين ودمهم مختلط مع دم البشر وما ينفعش يكونوا موجودين معانا هنا. بس جيك بيقول للقائد احنا هربنا من حربنا وجينا عندكم هنا وهنعرف نتعايش معاكم. الزعيم بيرد عليه وبيقوله بس انا مش هسمح لك تدخل الحرب بتاعتك للمكان بتاعي. جيك بعدها رد عليه وقاله عيب عليك يا قائد، انا مش هدخل الحرب هنا، انا بس عايز مكان امن احفظ فيه ولادي. فبيقرر زعيم افاتارات الميه ان جيك واولاده هيفضلوا معهم هنا تحت حمايته، وبيبدأ جيك وولاده يقعدوا معهم ويتعلموا العوم تحت المية زيهم، وبيتعلموا كمان المهارات بتاعتهم وبيكونوا مستمتعين جدا بوقتهم ده. وفي يوم ابن جيك المتمرد بيستكشف البحر هو وابن زعيم افاتار البحار، وبيبعدوا عن الشعب المرجانية وكل القبيلة بتكون قلقانة عليهم. وقتها بيقرر زعيم القبيلة انه يعاقب ابنه، لكن توناري بيقول له ابنك ملوش ذنب بس انا السبب. وبعدها جيك بيتكلم مع ابنه وبيقول له انت جبت لنا العار يا ولد، وبسببك مش هعرف اودي وشي فين من زعيم القبيله. وتاني يوم بيتجمعوا الاولاد مع بعض وبيحكي لهم توناري ان اللي انقذوا تنين بحري بزعنفه واحده، فالاولاد بيفضلوا يتريقوا عليه ويقولوا له الحمد لله انك رجعت سليم من غير ما تتاكل. وبيكون التنين اللي انقذ توناري ده بيكون منبوذ وسط قبيله افاتارات البحر، وبيكونوا متخيلين ان التنين لو شاف اي حد منهم هيقتله، وعلشان كده ما بيصدقوش توناري لما بيقول لهم انه انقذ حياته. توناري بعدها ما بيبقى مش مصدق وبيسيبهم وبيروح يسأل التنين عن السبب اللي خلاه منبوذ وسط القبيلة، فالتنين بياخده وبينزل بيه رحلة لعالم البحار. وفي الوقت ده القائد البشري والجنود بتوعه بيكونوا قدروا يحددوا مكان جيك الجديد، وعرفوا يوصلوا للموقع بتاع قبيلة افاتار البحار، وبيكون معهم سبايدر وهو اللي بيرشدهم على الطريق وكمان بيترجم لهم الكلام. القائد بعدها بيعرض على زعيم القبيلة صور لجيك وبيسألوا عنهم، لكن جيك بيقول له احنا شعب البحر وشعب الغابة ده مش بيجوا هنا وما يقدروش يعيشوا معنا كمان. لكن القائد بيبقى مش مصدق وبيؤمر جيش انهم يمسكوا مرات الزعيم وبيهددوا لو ما اعترفش على مكان جيك هيقتل مراته. بس سبايدر بعدها بيتوصل للقائد ما يعملش كده، هو بيقول له دول ناس غلابه وما لهمش ذنب يا عم، وهما ما يعرفوش حاجه عن جيك ده اصلا، هو مين جيك ده؟ لكن القائد بيؤمر الجيش بتاعه انه يحرق المكان كله، وبعدها بياخد سبايدر وبيمشوا. وبيروح زعيم القبيله بعدها للمكان اللي مستخبي فيه جيك وبيعرفوا على اللي حصل، وكمان بيقول له انهم معاهم طفل بشري بيتكلم بنفس اللغه بتاعتنا، وبيقول له انهم ما خدوش اي حد مننا لكن ممكن يرجعوا ياخدوا حد تاني. وبتكون نتيري ساعتها عايزه تهاجم القائد وتقتله، بس جيك بيقول لها لو عملنا كده هيعرف مكاننا واحنا ما عندناش سلاح كافي يصدهم. وبعدها بيفكروا في خطه مع بعض علشان ينتقموا منه. وفي الوقت ده بيرجع القائد بجيش كبير جدا وبيهجم على قبيله افاتار البحار وبيقتل اخت مرات زعيم القبيله كمان. وبعدها زعيم القبيله بيقول ان البشر قتلوهم وان الحرب وصلت عندنا وبقى بيننا وبينهم طار ولازم نحاربوهم، لكن جيك بيقول له لو حاربتوهم هيخلصوا عليكم كلكم واحد واحد وعلشان كده لازم نهدى شوية ونفكر في خطة تانية. لكن الزعيم بيبقى مصمم انه لازم يحاربهم، وجيك بيبقى شايف ان ده فخ معمول عشان القائد يعرف يصطادهم، وبتبدأ الحرب ما بينهم فعلا. وبيبدأ القائد يؤمر جيوشه باطلاق النار على الافاتار، وبتنزل غواصات تحت المية عشان تحارب افاتارات المية. وبعد حرب طويلة بيقدر القائد يصطاد اولاد جيك، وبعدها بيجي هجوم كبير قوي من الافاتارات على السفن بتاعتهم، لكنهم بيقفوا بمجرد ما بيشوفوا الاولاد مع القائد. وبيقول القائد لجيك انت خنتني وقتلت جنودي وانا مش هتردد لحظه في قتل اولادك، لكنه بيرجع يقول له لو سلمت نفسك لينا انا هسيب الاولاد. وساعتها بيقرر جيك انه يسلم نفسه وبيعتذر لزعيم قبيله افاتارات المايه على كل الاذى اللي سببه لهم، وبيروح عشان يسلم نفسه بس فجاه بيظهر التنين المنبوذ وبيهجم على السفينه كلها، وبيؤمر القائد ساعتها جنوده انهم يضربوا عليه بالنار. وبعدها بيهجم زعيم قبيله افاتارات المايه على السفينه، وبعد حرب كبيره بتدور بينهم بيقدروا الجنود يقتلوا ابن جيك، وباقي اولاده بيكونوا لسه معاهم كراهينه. فبيطلب جيك من مراته تفوق وتبطل العياط لانهم لازم ينقذوا باقي الاولاد ومفيش وقت قدامهم. وبيكون سبايدر قدر يهرب من القائد وبيساعد جيك وبيعرفوا مكان اولاده، وبيبداوا يتسللوا للسفينه لكن القائد بيلاحظ وجودهم فبيمسك كيدي بنت جيك وبيهدده بقتلها. بعدها بتيجي نيتيري وبتمسك سبايدر وبتهدد القائد انها هتقتله، وبتقول له ابنك قصاد بنتي هتموتها هموتها لك وقتي. وبيكون سبايدر بيتوسل للقائد انه ما يأذيش كيدي، فبيوافق القائد وبيسيب كيدي وبيمشوا كلهم مع بعض،
لكنه بيقول لها انا مش هتنازل عن حقي وهدور عليك انت وعيلتك كلهم وهقتلكم واحد واحد. وفي الوقت ده بيجي جيك وبيهجم عليه وبتدور بينهم حرب كبيرة تانية، وبيقدر جيك يضرب القائد لغاية ما بيقع في المية مغمى عليه، وبيشوفه سبايدر وبيروح علشان ينقذه وبيقدر يخرجه على الصخرة. وبعدها بيجي التنين بتاع القائد علشان ياخده، وقبل ما يمشي بيطلب من سبايدر يجي معاه لكنه بيرفض وبيسيبه وبيرجع عند جيك وباقي العيلة. وبعدها بيروح جيك يرمي جثة ابنه اللي مات في المية وبيقول للزعيم انه هياخد عيلته ويمشي بعيد عن هنا، بس الزعيم بيرد عليه وبيقول له ابنك دلوقتي مدفون جنب اجدادنا، يعني انت من دلوقتي بقيت اخويا وكلنا بقينا شعب واحد. وبيخلص فيلمنا الجميل ده على كده، واسف كمان لو الجودة ضعيفة، بس زي ما قلتلكم ان الفيلم لسه نازل امبارح. وانا ديشا اسكندر ودي قناتي، اتمنى تتابعوني. سلام.